اهلا ومرحبا، معاكم اخوكم سامي فرج من قناه سامي اف. واحد من المتابعين سال كيف يتم تثبيت سرعه الايقاعات. الطريقه سهله. اول شيء احب اقول لك شيء واحد، ما بتثبت الايقاعات الا لازم تسجل الايقاعات، تسيفهم في الميموري هني. وانا بعطيك الطريقه كيف. مجرد انت ما تسيفهم هني، عقب تقدر تتحكم في التيمبو وعلى طول يتمون معاك بنفس السرعه اللي انت تختارها. انا الحين بوريك مثال. ريجستريشن رقم واحد حطيت البلدي سرعته كم؟ 86. وريجستريشن اثنين حطيت المقسوم سرعته 140. وريجستريشن رقم ثلاثة حطيت الاورينتال ميكس سرعته 130. يعني عندك 86 و130 و140. انا ابغيهم تقدر توحدهم عن طريق ال تروح في الريجست اللي هي كيف توحد السرعة. تروح للمنيو، تروح منيو رقم واحد، تضغط على خدمة اسمها ريجست فريز، تطلع لك الصفحة هاي. لاحظ هذه كل الأشياء تقدر أنت تثبتها بحيث أنه ما تختلف الفويس، التيمبو اللي نحن الموضوع اللي نحن فيه، اللاين أوت، الترانسبوس، الكورد لوبر، ستايل، المالتي باد. نحن الحين في التيمبو. أول شيء تسويه تفعل الخدمة هاي، تشوف أوف، تضغط أون، تروح على التيمبو اللي هي السرعة. لاحظ خلاص، مجرد انت ما تفعل الفريز هذا خلاص انت تتحكم في الايقاعات اللي موجوده هني كلهم على نفس السرعه، سواء من هني او حتى لو رحت على التيمبو. مثلا بحط انا سرعتهم 150، 150، لاحظ هاي 150. خلاص لاحظ الحين معايا، شوف البلدي كان سرعته 86 اصبحت كم؟ 150. كذلك المقسوم كم سرعته صوت؟ 150. كذلك اليورنتال ميكس كم سرعته صارت؟ 150. بالطريقة هاي انت وحدت الايقاعات حق الناس اللي يبون يعزفون. الايقاعات تكون على سرعة وحدة وبس، ايقاعات مختلفة تقدر تسجل هنا ايقاعات، 8 ايقاعات مختلفة وبسرعة موحدة او بسرعة مختلفة. ما عليك لا تروح على فريز رقم واحد وتروح على ريجستريشن فريز، ومثل ما قلت لك تفعل الخدمه وتدق على التيمبو اللي هي خاصه بسرعه. تبغي ترد الايقاعات على سرعتها القديمه، تعمل اوف وتشيل التك، ترجع مره ثانيه. لاحظ الحين رجع، شوف 86 البلدي. يعني بالطريقه هاي انا قلت لك كيف انت تسرع وتبطئ وتوحد الايقاعات، سرعه الايقاعات. شكرا